هنتكلم النهاردة عن روشتة لعلاج السيلان. أول حاجة سيفوبيد حقن مضاد حيوي، ألف حقن عضل لا تكرر، ريماكتان 300 برضو كبسول مضاد حيوي، كبسولة كل 8 ساعات لمدة 3 أيام، يوريسيبت راس قرص بعد الأكل 3 مرات يوميا. ملاحظات على الروشتة: ميكروب السيلان من الميكروبات الضعيفة التي تسيطر عليها مضادات حيوية كثيرة إذا تم علاجه بمجرد العدوى به. سيفوبيد بالحقن يحتوي على مادة سيفوبرازون مضاد حيوي واسع المجال، تعطى منه حقنة 1 ملغرام بالعضل لا تكرر. الحقن المحتوي على سيفوبرازون البدائل يعني سيفوزون ألف، سيفوزون ألف، سيفوزون، سيفوبيد، سيفوبيد، سيفورون، سيفورون. ريمكتان مثل ريفادين، ريفامايسين مضاد حيوي فعال في علاج السيلان. يوريسوبت محتوي على فينازوبريدين أو مفعول مسكن لأغشية المسالك البولية، وهو يعطي راحة من الألم المصاحب لعضلة المسالك البولية والتهاب البروستاتا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.